ونرحب بالإعلان اليوم عن إطلاق سراح 50 امرأة والطفل من حماس في غزة والنساء فلسطينيات وأطفال محتجزين في إسرائيل. ونشكر جهود قطر ومصر والولايات المتحدة فيما وصف في هذه الفترة التي وصفت بأنها أسوأ فترة مرت على الشعب الفلسطيني، ونتمنى أن هدنة الأربعة أيام ستمتد لسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثة. لكن الهدنة لم تأتي لإنقاذ الأرواح التي لا تحصى، مثل حياة ديما الحج وهي موظفة بمنظمة الصحة العالمية التي عملت في مركز إعادة البناء ليم في غزة، وقتلت بالأمس مع ابنها ابن الستة أشهر وزوجها وأعضاء آخرين بالأسرة. ديما وطفلها كان ينبغي أن يكونوا على قيد الحياة اليوم كبقية النساء والأطفال الذين يفترض أن يجنبوا الاستهداف. ونقدم تعازينا مرة أخرى للأمم المتحدة التي فقدت عدد غير مسبوق من الزملاء في هذه الحرب، 100 زميل وزميلة. إن ارتفاع عدد الضحايا من النساء والأطفال بسبب قصف بلا هوادة الإسرائيلي هو مؤشر واضح على أن القانون الإنساني الدولي ينتهك، وأن المبادئ الأساسية المتعلقة بالتمييز والتناسب لا تحترم. وهناك مناقشات في الإعلام، ولكن هذه الإحصائيات تتحدث عن نفسها فيما يتعلق بالقصف العشوائي هذا، وينبغي أن توقف فورا. لا يمكن أن يبرر أبدا الهجوم على مجموعات كبيرة من المدنيين ولا سيما الأطفال والنساء. قواعد الحرب ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين ليست خيارية أو خاضعة للتبادل أو المقابلة، فإنها تنطبق على الجميع بما في ذلك حماس في قيامهم بإجراءات الحرب. وحضرة الرئيس، بالنسبة لمن ينجو من هذا النزاع فهو شبه مستحيل أن ندرك كيف سيؤثر هذا النزاع على الفلسطينيين والنساء الإسرائيليات والأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين. ففي الضفة الغربية كذلك هناك قيود إسرائيلية متزايدة على حرية حركة الفلسطينيين، بما يقيد قدرة المرأة على توفير لوازم العيش لأسرتها وحصولها على الخدمات الحرجة والضرورية مثل الرعاية الطبية. وكذلك يعطل التعليم بالنسبة للأطفال. عدد الفلسطينيين المقتولين في هذه الجولة الأخيرة من النزاع في غزة على أيدي المستوطنين المتطرفين بما في ذلك 53 طفلة هو مؤشر آخر على الأيديولوجيات المتطرفة التي تعمم. وهذا يشمل بيانات الحكومة الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا. هناك حملات مضللة وسوء حساب من القيادات الحكومية. حضرة الرئيس، في نهاية المطاف كما قال مسؤول الأمم المتحدة، فليس إلا وقف إطلاق النار الذي سيمنع المزيد من العنف والمعاناة، ولكن في الوقت الراهن ندعو إلى تنفيذ عاجل وكامل للقرار 27/12 الذي اعتمد في الأسبوع الماضي. ونذكر بدعوة الأمين العام أو طلب عفوا المجلس من الأمين العام أن يقدم خيارات من أجل رصد فعال لتنفيذ هذا القرار على نحو عاجل وملح. ونجدد على الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بالقدر اللازم وبأمان وبشكل مستدام، ولا ينبغي أن يربط ذلك بالمفاوضات على إطلاق سراح الرهائن، وإننا نرفض ذلك رفضا قاطعا. وهذا إضافة للجهود الدبلوماسية الأخرى سيساعد على تخفيف معاناة المرأة والأطفال، والتي كانت أولوية مجلس الأمن في مداولات الأسبوع الماضي. وإذا كان هناك أزمة تستدعي استخدام هذا المجلس لكل الأدوات المتاحة له، فهذه هي تلك الأزمة. أدعو الزملاء إلى الإبداع والابتكار والخروج من شلل في النهج القائم، وإن إعطاء الأولوية لجهود تخفيف أثر هذا النزاع والتوصل إلى حل له هو الاستراتيجية المنطقية الوحيدة لضمان الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وكل من النساء والأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين كذلك يستحقون أفقا سياسيا، فإننا نبتعد عن أي فرصة للسلام بينما يمر الوقت، ولكن لسنا مضطرين لسلوك هذا المسلك، وإن
نريد غير ذلك، فكلنا يشعر بالغضب واليأس وقلة الحيلة، بينما ننظر صوب هاوية الحزن هذه في غزة. ولكن علينا أن نعمل ونتحرك بسرعة وبشجاعة وقدرة على الصمود كما أظهر ذلك الأبرياء، ولا ينبغي أن نخيب أملهم مرة أخرى كما فعلنا في الماضي.